انا طالب محمود محمد عبد الهادي، طالب في الجامعه الحديثه كليه صيدله. احنا الترم اللي فات طبعا كان في مواد صعبه ومحتاجه شغل، بس الحمد لله ربنا وفقنا كلنا. طبعا هنا الدكاتره متعاونين معانا والشرح كله تمام، يعني الحمد لله. وهنا برضو احنا بدايه الترم الثاني ده بدايه حلوه، وان شاء الله الترم ربنا وفقنا فيه كلنا. وطبعا هنا الدكاتره شغالين، يعني في مواد صعبه برضو بس ان شاء الله محتاجه مجهود، ان شاء الله ربنا وفقنا فيها. والمعيدين التسجيلات برضه كانت حلوه وجميله، والمعيدين بالنسبه لنا بيعملوا على اننا اخواتهم الصغيرين، والدكاتره برضه بيعملوا على اننا ابنائهم، وان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا والترم الجديد يسهل علينا كلنا.